أعطيني. انتبهوا. أوف، عن جد كتير حلوين. بابا، منحطهم كلهم بهذا المكان؟ طبعاً، بس أكيد ما رح نلمسهم. ليش؟ مو هنن حقنا؟ إيه بس الاحتياط واجب مشان ما نتعرض لأي أذى. والأفضل ما نفكر فيهم بنوب يا أولاد. خلونا نحط هالشنطة كمان. يلا سكروها. تمام، خد حطها هنيك. على الأغلب خلصنا. أخ. ليلى؟ نعم بابا. وين الأسوارة تبع أخوكي؟ ما كنتي تشلحيها لتكوني وقعتيها بالفيلا؟ طيفور، افتح تمك على الخير، إن شاء الله تكون وقعت بشي مكان هون. بابا، كانت بإيدي لما فتنا على الفيلا؟ ما انتبهت. بنتي، بتكوني وقعتيها بالسيارة. رح روح شوف بالسيارة وبيجي فوراً. بنتي، طيب السيارة بالجراج. طيب ارتاحي ونامي هلأ. ما فيني نام أمي. لقيتيها يا بنتي؟ لا والله بابا، ما لقيتها. على الأغلب بشي مكان بالبيت. طيب، مساء الخير. مساء الخير. أهلا وسهلا. أهلين فيكي. ليش ما خبرتني إنها بتكون جارتك بالحارة؟ مين هالبنت؟ حكمت، شو أنت كنت نايم؟ هي البنت يلي عزام بعت لنا صورتها. يلا خلينا ننزل الشنات. يلا بابا. لا تاكلي هم، أنا بعرف شو بدي ساوي بهالبنت. بس هالبنت حلوة مو هيك خالتي؟ ما أنا أحلى منك يا بنتي. بكرة الصبح رح نروح على مخفر الشرطة. بابا، بس بكرة يوم إجازتي. بكرة يوم إجازتي بابا. ايه مو مشكلة، مناخد الهدايا اللي جبتها منوزعها على زملائك اللي بالمخفر ومنرجع. طيب ليش لحتى تعذب حالك؟ خلص، انا باخد الهدايا وبعطيهم لزملائي وبوصلهم سلامك. ايه؟ ما بيصير، انا بدي اعطيهم اياهم بايدي. ابني لسه ما فهمت ابوك؟ هو بده يروح معك على المخفر مشان لما يرجع على الضيعة يقول هالشي لرفقاته، هو شايف حاله. ايه. طيب فهمت عليك. يلا يلا على مهلك بابا.